النيوز أخبارها كلها عندنا. النهاردة احنا معاكم في وطن بالاختيار، الحقيقة اللي تم إنتاجه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال الأوبن ميديا هاب اللي اختاروها هي كواحدة من أهم المخرجين معنا في قطاع الإنتاج. بتقدم فيلمها وطن بالاختيار، فكرة هايلة هتستمتعوا بيه وهتشوفوا قد إيه إن احنا عايشين في نعمة، فعلا بلدنا دي نعمة. من خلال الفيلم بنقدر أو بنشوف الآخرين بينظروا لها إزاي. الحقيقة اختصرت حاجات كتير قوي عن المواطنة وحب البلد والوطنية في فيلم بنشوف فيه وجهة النظر الأخرى، الجهة المعاكسة من وجهة النظر. راحت لنماذج عايشة في مصر باختيارها وقدمت وجهة نظرهم، فأنت بتبقي عايشة في كده في عزوبة شديدة لهؤلاء لماذا اختاروا وطننا إن هم يبقوا عايشين فيه. نماذج حقيقية موجودة، ما فيش نوع من التمثيل ولا المزايدة، فبالتالي بيوصل لقلبك على طول. بالذات كمان لغتها السينمائية الحقيقة بتمتاز ببراعة شديدة، مش هنقول عشان هي طبعا بنت المخرج الكبير محمد راضي الله يرحمه وعائلة فنية جدا، لكن هي كمان عندها عين رائعة بتشوف الجميل في كل شيء. وفي وطن بالاختيار مسجدة حلاوة المكان مع كمان حلاوة القصة وكلام الصادق من النماذج اللي هتشوفيها في وطن بالاختيار، فالحقيقة كانت موفقة جدا. احنا تعبنا فيه جدا، الفيلم اتعمل في وقت طويل واخد مجهود كبير في البحث الاول وبعدين في التصوير والمونتاج، يعني تعبنا جدا جدا لانه حاولنا ندفر القصة بحيث ان هي تبعد تماما عن الملل والتكرار، خصوصا ان هم 6 شخصيات، فعشان اعمل الربط ده بدون يعني بسلاسة حقيقة تعبنا في المونتاج جدا. والمونتير كان معايا سامي منصور طبعا بحييه، وبحيي كل فريق العمل اللي كانوا معايا في الفيلم، كلهم تعبوا جدا، واتمنى ان النهارده يشوفوا نتيجة التعب ده. دايما انه الافلام لا تصنع للمتخصصين والنقاد فقط، الافلام بالاساس بتصنع للجمهور عشان تحقق الهدف منها. الشخصيات بتاعت الفيلم هما 6 شخصيات من الاجانب، اب وام اجدادهم جم مصر هنا واعتبروها وطن ليهم، وهم مصرين يفضلوا في مصر برغم ان هم معاهم باسبورات دول زي ايطاليا وارمينيا واليونان. الدول دي اللي هي بالاخص ايطاليا واليونان الشباب المصري بيرمي نفسه في البحر عشان يروح هناك، فدي نماذج اخرى من الشباب من الطبقه المتوسطه بالمناسبه من الاجانب الموجودين في اسكندريه. والمراه المصريه يعني عظيمة حقيقي في كل المجالات، وحتى لو هي ست بيت برضو عظيمة شايلة مسؤولية كبيرة جدا جدا. اضطرار ممكن نبقى زوجة، ممكن تبقي زوجة جميلة وفرفوشة وحلوة مهمة قوي، ممكن تبقي أم فاضلة وبتدي كل المعلومات اللي انت ممكن تديها لطفلك اللي تقدري تعمليها وبتحققي ذاتك، لأنك لو ما حققتيش ذاتك مش هتعرف تعمل الحاجات دي بأكمل وجه، هتعمليها دايما أقل. لو حققتي ذاتك هتبقي انتي كاملة تقدري تدي الكمال ده للشخص اللي قدامك، بس لو انتي مش كاملة ازاي هتدي حاجة انتي مش ناقصة. المونتاج ذكي جدا في الفيلم، عمل انسيابية وعمل حالة كده من التناسق بين المشاهد، ما حسيناش ان في اي ملل، ما حسيناش ان في قطع عنيف، فصلنا بالعكس، احنا طول الوقت ماشيين معاهم في رحلتهم. ده بيرجع في الاول طبعا للمخرجة حنان راضي، الحقيقة حنان مخرجة حساسة جدا وذكية جدا. بداية اختيارها للفكرة انها الفكرة معمولة قبل كده، فكرة الاجيال اللي مستمرة في اسكندرية اتعملت في كذا فيلم، بس اتعملت انهم بيرصدوا ماضي هي هنا جابت حاجة مهمة جدا، هو ليه هم مصرين على البقاء في اسكندرية، وعشان كده كان اسم الفيلم فعلا معبر جدا عن الحالة، وهو وطن بالاختيار. هم قرروا ان ده يبقى وطنهم، ما عندهم جنسيات اخرى ويقدروا يسافروا في اي لحظه، بس هم مقررين انه اسكندريه تبقى الوطن. بصي، هو دايما فكره ان احنا نقدم كل الانواع مختلفه من السينما، يعني مش هينفع نقدم سينما عشوائيات بس او سينما حارات بس، وفي نفس الوقت ما ينفعش نقدم السينما الحلوه قوي دي بس، لانه مصر فيها كده وكده، فلازم السينما تعبر عن كل الحالات المصريه، وهي دي طبيعه السينما وهي دي مهمتها، انها تنزل مجتمع بكل قضاياه بكل مشاكله بكل عايز اقول لك حتى احاسيسه ومشاعره. الفيلم ده عمل كده، واختيار الشخصيات رائع، كلهم مصدقين وحابين وحقيقيين، وفي حاله حب كده بتجمعهم مع بعض، بتجمعهم بحنان، بتجمعهم مع المونتير، بتجمعهم مع الموسيقى، وبتجمعهم بالوطن، فكل ده ظهر على الشاشه قدامنا، فبقى خلانا نحب الفيلم. رحت البحر وشفنا اسكندريه الجميله، يعني انا اتفاجئت ان مش دي اسكندريه اللي انا بشوفها، انا كنت لسه هناك من شهر، مش هي دي اسكندريه. اسكندريه دلوقتي بقى فيها مشاكل وفيها مظاهر قبح وبتاع، انا فجاه وهي نفس الصور ونفس يعني هي مصوره اسكندريه دلوقتي مش زمان، بس انا حسيت انها اسكندريه زمان عشان احنا شفتها بعينيهم وبكلامهم وباحساسهم بيها.